ديالي المتابع ديالي كنقول لكم شكرا بزاف، لانه فريمون في ما كنبغي نزل شي عمل كتقولوا كلكم انا صغيره، كلكم مستعدين باش تسمعوا جديد. والحمد لله ما شاء الله كيما شفتوا زيديني لقيت واحد الصدى كبير بزاف بزاف بزاف. شكرا لكل الطاقم، شكرا لكاع الفانز، شكرا لكاع الجمهور ديالي الغالي اللي كيدعمني وفي ظهري دائما. ما شاء الله أغنية لقات صدى طيب وصدى زوين من قبل ما تنزل، وملي نزلات تفاجأت بالكم الهائل ديال لي ميساج ديالكم على الصوت ديالي، وكذلك على الأغنية اللي كانت من أروع الأغاني اللي غنيت كلمة ولحنا. أنا فخورة بكم بزاف بزاف، فخورة بكم وعلى راسي وعينيا. كانت هذه فرصة أنني نقول لكم شكرا بزاف كاملين، كامل الناس اللي كيتابعوني، الناس اللي عجبهم عجبتهم زيديني بالكلمة في اللحن الصوت. أنا فرحانة فخورة بكم، فخورة بنفسي، فخورة بالناس اللي معايا وفي ظهري وداعمين ليا. نقول لكم شكرا بزاف، الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا. وميرسي بوكو على لي كومونتير غزالين تحت الفيديو في يوتيوب، شكرا لكم بزاف. منساوش تضغطوا على الرابط اللي كاين في البايو وتابوناو في لاشين، اوكي، باش تبقاو دائما وصلكم الجديد تالي، لانه الجديد اللي جاي شي حاجه توب ديال التوب. غنبقاو دائما في المستوى باذن الله، وطبعا هذا بحضوركم وجودكم معايا في حياتي. وغادي نزيدكم كيما درت لكم زيديني اللي كانت توب كلمه ولحنا من الصوت، غنزيدكم شي حوايج اللي نخليها سربرايز دير لكم. ربي هون عرفتو شنو عجبني بزاف؟ انه ملي نزل البرومو ديال الاغنية لقيت انه كلشي كيتسنى، كلشي كيتسنى الاغنية ديال الدنيا، الاختيار ديالها، الجديد ديالها، في اين شان غادي توصل الاغنية، كيفاش غتكون هاد الاغنية. يعني حسيت انه فعلا انا مهمة عندكم. شكرا لكم بزاف. زيديني كيما قلت لكم انا غادي نزل لكم الرابط دابا، اوكي، وما شاء الله لقيت واحد الصدق على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في اليوتيوب واحد التفاعل كبير، الناس كلهم حابينها، في تيك توك، في الانستغرام، يوتيوب، طلعت الترند في مجموعه من الدول، في بلادي هي الاولى طلعت الاولى. دونك هذا فخر كبير ليا ولاشين عاد بعدي. دونك